استاذ مفيد. نعم. طبعا حضرتك منورنا في البدايه، وانا كنت حابب ابتدي معاك بدايه بقى ساخنه. اتفضل. حضرتك كنت عملت 4 لقاءات مع الرئيس مبارك. نعم. ده كان بالنسبه لك يعني ايه؟ يعني قيمه انني احاور رئيس الدوله، وبالتالي اختياري ايضا كان له معنى، انني كصحفي اعمل رئيس تحرير مجله اخترت لاني اختبرت. تمام. اخترت لاني اختبرت. تمام. فحدث ان هو شاف حاجات كتير ليا في مناقشات، فاقترح السيد صفوت الشريف ربنا يديله العمر انه انا احاور الرئيس. تمام. لما قعدت مع الرئيس لاول مره قال لي هتقول لي اول سؤال ايه؟ قلت له يا ريس هسالك اقول لك ماذا يدور في العمق المخزون في حياتك. قال لي ايه المخزون دي؟ عامله زي الغرزه كده. قلت له تأمرني يا ريس نقول ايه؟ قال لي انت عايز تقول ايه؟ قلت له عايز اقول يا ريس بتفكر ازاي في مصر؟ قال لي ما تقولها كده. تمام. وقد تعلمت درسا انني حين اجلس الى الشاشه فلابد ان الناس البسطاء بواب بيتنا الواد محمد لازم يفهم انا بقول ايه. طبعا. فما اقولش انا ليك مثلا في النقاش والله احنا المفروض يبقى عندنا حراك فكري. الحقيقه المجتمع محتاج الى راس مال اجتماعي. يعني ايه؟ محدش هيفهم حراك ولا هتتاخرك من الدايره. بالظبط. هنا اختبرت فعملت الحوارات. لا تنسى ان انا ايضا منذ زمن طويل عملت مع 11 وزير داخلية. مظبوط. من حسن أبو باشا يا عمر إلى حبيب العدل. حبيب العدل. نعم. حضرتك أنا عندي سؤال في الجزئية دي بالنسبة للرئيس المرحوم محمد حسني مبارك. تفضلي. حضرتك في أحاديثك معاه تطرقت لحياته الشخصية. نعم. قال له اسكت. وقت لا أحد. نعم. يجرؤ فيه في الدخول في ده. نعم. ما كان إيه يعني ما فكرتش في العقوبات؟ هو فعلا قال لك أبدا. أبدا. لأنه أولا لازم أقول لك إن مبارك غير مؤذي. ده حقيقي. بتحطيها تحتيها 40 خط. حاضر. ثانيا إنه قلت له يا ريس من حق الناس أن تعرف معلومات عن الحاكم. مظبوط صحيح. قال لي أنا ما بحبش ده. قلت له يا ريس من حق الناس أن تعرف والدك والدتك. قال لي والدتي ما كانتش عايزة إن أنا أخش في الجيش. قلت له ليه يا ريس؟ قال لي يعني كانت خايفة عليا، أنت عارف المجتمع. خوف الأم على ابنها. قلت له يا ريس ووالدك كان شايف إيه؟ قال لي يا مفيد قلت لك ما تخشش في المسائل الشخصية. قلت له يا ريس يعني أسكت؟ قال لي قلت له حاضر يا ريس هسكت وهخش في سؤال آخر فقط. بعض الصحافة كتبت قالت انه الرئيس مبارك هت مفيد فوزي او عنف. تمام. الراجل عمره ما عنف. تمام. عمره ما هت. تمام. الراجل ببساطة شديدة بيقول لي حياتي الشخصية ملكي. ليس من الضروري رغم ادراكي ان من حق الناس ان تعرف الرئيس جيدا. طب جميل، ده بياخدني لسؤال بقى مهم.